حدثنا علي بن عياش وعصام بن خالد قال حدثنا حريز قال حدثني نمران بن مخمر وقال عصام بن محبر عن شرحبيل بن أوس وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد فجلدوه فإن عاد فجلدوه فإن عاد فاقتلوه.